الحقيقة هي حقيقة هي صوت اختفى دكتور دكتور كريم توم كريم صوت مختفي عذرا دكتوره ما فيش مشكله حقيقي. يشرفني ان اسا ان اكون موفق في تقديمها لما يفيد الجميع تحياتي لكل الاساتذه ولكل المشاركين في هذا الجروب مع حفظ الالقاب وعلى بركه الله نبدا محاضرتنا اللي هي بعنوان التقويم والقياس والاختبار والعلاقه بينهما في العملية التربوية احنا اختصرناها تربويا يعني نأخذ هذه المحاضرة في مجالها التربوي بالتأكيد قبل أن ندخل في المحاضرة أن المناهج التي في العلوم الإنسانية أو في جانبها العلمي يعني العلوم الطبيعية المناهج تتكون من أربعة عناصر مهمة اللي هو المحتوى والأهداف وكذلك الطرائق والوسائل وبالاضافه الى التقويم اللي هو عنصر مهم جدا في العمليه التربويه لغرض ان نتخذ قراراتنا بشكل سليم. احيانا تكون هناك التقويم او القياس او الاختبار وتظهر للبعض بانها ذو معنى واحد، لكن لكل واحد اجراءاته ولكل واحد وسائله والآن نبدأ بتوضيحها بشكل دقيق لغرض أن يفهمها العاملين في الوسط التربوي وبالتأكيد الكثير من أساتذتنا هم مطلعين عليها نحن الآن نتذاكر فيها مع جل الإحترام الجميع ففي الميدان التربوي والنفسي تستخدم مصطلحات التقويم والقياس والاختبار وكثيرا ما تستعمل هذه المصطلحات لو أن كل منها يمكن أن تحل محل الآخر أو أنها ذو معنى واحد ولا يوجد فروق بينهما هكذا تبدو ولتوضيح هذه المفاهيم الثلاثة لا بد من دراستها بشكل مفصل لتحديد جوهر هذه المصطلحات وما هو الفرق بينهما نأتي إلى المفهوم الأول اللي هو القياس حيث يتضمن القياس على أقل تقدير تعيين دليل عددي أو كمي لأي شيء يراد تقديره ولكن هناك فرق كبير بين نوع القياس الذي تحصل عليه من حين تستخدم احد الاختبارات لايجاد مثلا العمر العقلي لاحد الاطفال او التلاميذ او قياس طول شخص ما حيث ان كل النوعين يعد قياسا نظرا لانه يؤدي في النهايه الى نسبه كميه او عدديه ويكاد يتفق معظم الباحثين في ذلك. حيث يتفق بان القياس على انه هو العمليه التي يتم فيها تحويل التقديرات النوعيه الى تقديرات كميه، هكذا يكون القياس هو العمليه التي يتم فيها تحويل التقديرات النوعيه الى تقديرات كميه، اي انه يتضمن تحديد ارقام والارقام بالتاكيد تكون اكثر دقه من الوصف بالكلمات. لذلك عرف القياس من قبل بعض المربين بتعريفات عديده، نورد البعض منها. اول تعريف هو تعريف المربي جيلفورد حيث عرفه بانه وصف البيانات باستخدام الارقام. حيث عرفه بانه عمليه مقارنه بعض خصائص الشيء ووسيله مقننه سلفا لقياس تلك الخصائص. اما تعريف اهمان وكلوك اللي هو التعريف التربوي واللي احنا نتعامل به تربويا حيث عرفه بانه عمليه حيث عرف من عملية الحصول على تمثيل كمي للدرجة التي تعكس فيها وجود سمة معينة عند التلاميذ ولو قمنا بتحليل التعريف أعلاه، إساسية أخواني هذه الأمور هي التي نميز بها القياس عن التقويم أو التقويم عن الاختبار عن كل واحد إلى مميزاته الخاصة فبالقياس اول نقطه هي وجود التكميم اي وجود كميه باستخدام الارقام. في النقطه الثانيه هو وجود سمه معينه يراد قياسها باستخدام مقياس، لاحظ السمه قد تكون سمه التحصيل، سمه الثقه بالنفس، سمه مثلا التعاون، سمات متعدده هي موجوده واحنا نتعامل مع انسان خلي نخلي ببالنا و... الحاله الثالثه هو المقارنه، اي مقارنه الشيء المراد قياسه بالمقياس. وبطبيعه الحال فان القياس هو عمليه تكميم او تعبير بلغه كميه او حسابيه عن صفات او عوامل او ظواهر لموضوعات نوعيه او معنويه او سلوكيه. مثلا، فالطلبه الذين حصلوا على درجات في ماده القياس والتقويم مثلا درجاتهم تتراوح احدهم 70 والاخر خمسه 75 وثالثهم 60 فان هذه الدرجات التي حصلوا عليها هي كميات عدديه وهذه الكميات حصلوا عليها في, في اختبار لماده القياس والتقييم ويمكن مقارنه هذه الدرجات ونقول ان درجه ال 90 هي اكثر من درجه ال 75 وان درجه ال 60 هي اقل من ال 75 الا ان التعابير الكميه نسبيه في تعبيرها فحينما يحصل الطالب على درجة الخمسين في اختبار مادة القياس أو غير مادة فأن, فأن درجة الخمسين لا يعني أنه يعرف نصف المادة وكذلك الذي يحصل على, يحصل على درجة الصفر لا يعني أنه لا يعرف أي شيء في مادة في القياس والتقويم أو أي مادة هو امتحن فيها فالصفر هنا نسبي وليس مطلق والقياس هنا يمكن أن يكون على نوعين أليف اما ان يكون مباشر وهو قياس الخصائص او الصفات دون النظر الى الاثار الناتجه عنها كما يحدث عندما نقوم بقياس طول شخص ما او قياس طول قاعه الدرس التي نحن فيها ففي هذه الحاله فان القياس في مثل هذه الاشياء يكون بسيط ودقيق بينما النوع الثاني هو القياس غير المباشر فهو يتحدث عندما تكون الصفه او الخاصيه عند الشخص داخليه لا يمكن قياسها بشكل مباشر فتلجا الى قياس اثارها الظاهره على سلوك ذلك الشخص كما يحدث عندما نقيس درجه الحراره فيكون عن طريق تاثير الزئبق الموجود داخل المحرار بالحراره ويتمدد وكذلك القياس في المجال التربوي والنفسي فهو من النوع غير المباشر اذ يتم هذا القياس بواسطة مقياس يفترض انه يقيس سمه او قدره معينه لدى الفرد وذلك من خلال مجموعه من المواقف يستدل منها على وجود تلك السمه والقدره المراد قياسها. من هنا نلاحظ ان القياس في المجال التربوي يختلف عن القياس في العلوم الطبيعيه بجمله من الاسباب اهمها. لاحظ العلوم الطبيعيه عن العلوم الانسانيه اكو جمله من او هي طبيعه السلوك الانساني الانسان الطبيعه الانسانيه مختلفه كل كل لحظه هو يكون في موقف يختلف عن الموقف الاخر دكتوره بلكي سريع ده تقدميها بلكي شويه بعد دكتوره بدون زحمه بلكي لان قدمتيها اكثر اذا سمحين آه هاي هاي دكتور جيد الان دكتور لا بعد دكتور قدمتيها اكثر من لازم دكتورة عندها تسلسل بها تسلسل منطقي ممكن ترجعيها شوية تمام اي والله اعتقد هنا لا بعد بعد شوي بعد دكتورة بعد بعد شوي اه هاي لهنا لهنا هنا اذا طبيعة الإنسان اثنين طبيعة الموضوعات التربوية مثل التحصيل او الذكاء دكتورة خلنا نكمل دكتورة من بخصتش نعم دكتور دكتورة معك دكتور هل تبيني نطلع المحاضرة نعم أي صفحة دكتورة. الآن دكتور معلش صفحة الثانية دكتورة صفحة الثانية هذه الصفحة الثانية دكتور الآن دقيقة <applause> إيه هسه اثنين طبيعه الموضوعات التربويه كالتحصيل والذكاء وغيرها فان هذه الموضوعات اكثر تعقيد من الظواهر الطبيعيه ولا يسهل قياسها كما هو الحال في العلوم الطبيعيه بالتاكيد الطبيعه الانسانيه متغيره وبذلك تصبح اغلب القياسات التربويه نسبيه وليست مطلقه ومعرضه للخطا ومن اهم العوامل المسببه للخطا في القياس هي اليف نوع المقاس تختلف في المقاييس فيما بينها من حيث درجه الدقه والثقه في صدقها وثباتها. الباء الخصائص والسمات المراد قياسها فهناك موضوعات فهناك موضوعات الخصائص والسمات المراد قياسها فهناك موضوعات يسهل قياسها بشكل بسيط بطليق وهناك موضوعات يصعب قياسها كالتحصيل والقدرات والاستعدادات العقلية, العقلية والشخصية كما أن طبيعة هذه الخصائص المعقدة تجعل الأدوات المستخدمة في قياسها هي الأخرى معقدة أيضا وبالتالي تكون نتائجها أقل درجة من النوع الأول جيم الغرض من القياس بعدما يكون الغرض من القياس عمل تقويم سريع لتحصيل الطلبة في جانب من جوانب المادة الدراسية فإن اختبار الأداة تكون بطريقه مبسطه كما هو الحال عندما يطلب المدرس من طلبته اجراء اختبار الا ان نتائج هذا الاختبار لا تؤثر على درجات الطالب ففي هذه الحاله فان اداء الطلبه سيكون ليس بالمستوى المطلوب بالتاكيد لان الدرجه هنا ما تدخل الى ذلك يكون استعداد الطالب وامكانياته واستعداداته تكون مختلفه. دال اخطاء التصحيح وشخصيه وشخصيته هناك فروق فرديه بين الاشخاص في قدرتهم على القياس. فلو أعاد المدرس تصحيح الأوراق الامتحانية وهو في مزاج معين يجد أن الدرجات ستختلف عما لو كان في مزاج آخر ومع هذا فإن أي مقياس مهما وعد له من إجراءات ضبط وسيطرة فإن هناك دائما احتمال للخطأ وهو ما يدعى بالخطأ المعياري للقياس هناك مسميات للقياس إضافة إحنا قلنا مباشر وغير مباشر لكن هناك مسميات له مثل عندنا القياس النفسي الشخصي وهو ما يتعلق بقياس جوانب الشخصيه للطالب مثل الذكاء، السمات الشخصيه كان يكون مثل القلق، الانبساط وغيرها. النوع الثاني هو القياس الفيزيائي وهو ما يتعلق بقياس الخصائص الفيزيائيه للاشياء مثل الطول، الوزن وغيرها. ثلاثه القياس الصفي وهو مجموعه الاجراءات التي يقوم بها المدرس والذي يتم بواسطتها التعبير عن سلوك المتعلم باعداد أو رموز بأعداد أو رموز على وفق قواعد محددة خصائص القياس الصفري اللي هو يهمنا أليف أنه قياس غير مباشر أنه لأن جان قياس تحصيل باء أنه قياس غير تام يتطلب دال يتطلب جهد وكلفة ووقت واو الصفر فيه افتراضي وليس بالطق أي لا يعني انعدام الصفة اما وسائل القياس الصرفي فهي اللي بالتاكيد الامتحانات اللي هي الاختبارات المدرسيه الاختبارات الحديثه اللي هسه استخدمتها المنصات الالكترونيه وغيرها اضافه الى الملاحظه المقابله الاختبارات المقننه اللي اقصد بالاختبار التحصيلي اللي يتصف بالدقه والثبات والموضوعيه وسهوله التطبيق والصدق الاستبيانات إذا ماذا نقيس ماذا تقيس المقاييس التربويه؟ اذا احيانا نسال ماذا تقيس المقاييس التربويه؟ والاجابه على ذلك تقيس المقاييس التربويه ما ياتي. يعني احنا هاي مقاييس شو نقيس بها؟ نقيس بها المتغيرات اللي اللي هي خصائص الاشياء وصفاتها التي تتميز بالتغير اي انها تمثل اي صفه يختلف فيها الافراد فيما بينهم او عند الفرد نفسه عبر الزمن وتكون على مستويات الجنس، التحصيل، الذكاء واحيانا نزلها برمز اكس واي. النوع الثاني من القياسات اللي هو باء اللي هي مجموعه من السلوكيات المترابطه المتسقه مع بعضها والتي تميل للحدود في المواقف وتتسم بالثبات النسبي. تصنيف المتغيرات تصنف المتغيرات تبع لعده اسس منها. اولا تصنف المتغيرات وفقا لطبيعتها وفقا لطبيعتها اليف تكون متغيرات سلوكيه يعني متغيرات عضويه متغيرات تنبيهيه الى متغيرات مستمره، متغيرات متقطعه، متغيرات محوله. ثالثا تصنف تبعا لتدرج القياس المستعمل فيها الى متغيرات كميه ومتغيرات نوعيه. وايضا رابعا تصنف تبعا لعلاقتها السببيه مع بعضها الى اليف متغيرات مستقله، متغيرات تابعه باء اللي هو وجيم متغيرات دخيله. هذا ما يتعلق بالقياس اذا اعطينا فكره عن القياس وما هي ال 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 الوسائل والمفهومين الاخرين المفهوم الثاني الاختبار تيست ويدعى بانه اداه القياس الاختبار يدعى بانه اداه القياس فالقياس هو العمليه التي يتم بها تحديد السمه او الخاصيه بينما الاختبار هو الأداة التي تستخدم للوصول إلى هذا التحديد أو التكميم إذا أداة القياس اختبار إذا ما نستطيع أن نقيس دون وجود الاختبار لذلك يمكن تعريف الاختبار بأنه مجموعة من الأسئلة أو المواقف التي يراد من الطالب الاستجابة لها وقد إعطاء معنى الكلمات أو عملية رياضية حسابية أو التعرف على أجزاء متعددة من رسم أو صورة معينة وتسمى هذه الأسئلة أو المواقف بفقرات أو بنود الاختبار لاحظ الاختبار من أين يتكون إذا الاختبار ممكن نقيس به ما نريد أن نوصله من أهداف للمحتوى اللي ندرسه الشيء الذي يجب الإشارة إليه هو أن المواقف التي يتضمنها الاختبار لقياس سمة معينة عند الفرد لا تشتمل كل الدلالات التي تشير إلى وجود هذه السمة هنا يفترض أن تكون ممثلة بهذه الدلالات أو السلوك فالاختبار التحصيلي أو النفسي مثلا هو عينة ولكنه لا بد أن يكون ممثل للسمة أو الخاصية المراد قياسها المفهوم الثالث إبلويشن اللي هو التقويم فالتقويم هو عملية شاملة تستخدم في تقدير قيمة الشيء وهو عم وأشمل من القياس فالتقويم هو إجراء تقدير في قيمة معينة قيمه معينه لمعرفه جوانب الضعف او القوه بغيه تصحيح الضعف وعلاجه وتعزيز القوه، اذا التقويم هو عمليه شامله تستخدم في تقدير قيمه الشيء وهو عم واشمل من القياس فالتقويم هو اجراء تقدير في قيمه معينه لمعرفه جوانب الضعف او القوه بغيه تصحيح الضعف وعلاج وتعزيز القوه، طيب فالتقويم يستخدم القياس في جمع المعلومات عن السنه ثم يستخدم هذه المعلومات في اصدار حكم على هذه السم سلفا اي ان القياس جزء من التقويم لذلك فالتقويم يعتبر عمليه تشخيصيه او علاجيه في نفس الوقت، لاحظ لاحظ في هذه العباره ارتباط المفاهيم الثلاثه اللي تكلمنا انه تبدو للبعض انها ذات معنى واحد لكن لكن حينما ندقق بها نجد ان هناك فوارق في فيما بينها كل واحده اداه للاخرى، فالتقويم يستخدم القياس في جمع المعلومات عن السمه، ثم يستخدم هذه المعلومات في اصدار حكم على هذه السمه في اي ان القياس جزء من التقويم، لذلك فالتقويم يعتبر عمليه تشخيصيه او علاجيه في نفس الوقت. لو نرجع للتقويم في المجال التربوي اللي هو يهمنا، يعني نعرفه يعني العمليه المنهجيه التي تتضمن جمع جمع معلومات عن سمه معينه. بالقياس الكمي او غيره يعني احيانا قياس كمي واحيانا قياس يعني مباشر وغير مباشر فالعملية المنهجية التي تتضمن جمع معلومات عن سمة معينة بالقياس الكمي أو غيره ويتم استخدام هذه المعلومات في إصدار أهداف محددة سلفا لمعرفة كفايتها وبهذا يعني راح يعني القياس يعني أن مفهوم التقويم هو عملية توفير معلومات موضوعية وصادقه وثابته لاجل اصدار حكم. اذا مفهوم التقويم هو عمليه توفير معلومات موضوعيه وصادقه وثابته لاجل اصدار حكم، هذا شلون هذا؟ هذا يحدث عن طريق القياس والقياس ايضا ياتي بهذه المعلومات عن طريق بنود البنود المهمه اللي قلنا عليها اللي تمثلنا الاختبار. ولاجل توضيح بعض التعاريف لبعض المردين للتقويم. أولى هذه التعريفات أعزائي هو تعريف جايان حيث عرفه بأنه عملية تحديد الأهمية النسبية لظاهرة ما لاحظ نتعامل مع بشر إذا أهمية نسبية ما عدنا إطلاق التعريف الآخر هو تعريف إنجلش اللي يعرفه بأنه تقدير الأهمية النسبية للسمة المقاسة في ضوء معيار ما إذا لاحظ إحنا دائما نطلق نسبة ما نطلق التعريف الآخر هو التعريف المربي تورندايك حيتعرفون بين عملية إصدار مجموعة من الأحكام لمدى نجاح الطالب وتقدمه ومن خلال ومن خلال تحليل مضامين التعاريف أعلاه يتضح أن التقويم يتضمن الأمور الآتية أليف وجود معيار أو محك إذا أنا أنا لما لما أعمل تقويم إذا أكو معيار أرجع له باء إصدار حكم قيمي أعطى قيمة جيم اتخاذ قرارات اذا وجود معيار اصدار حكم قيمي اتخاذ قرارات لاحظ الفروق بين المفاهيم وفقا لما تعمله في العمليه الترويج ويلاحظ ما سبق ان حداثه وشمول من القياس ان مفهوم التقويم اكثر حداثه وشمول من القياس فهو يتضمن في جوهره مفهوم القياس وهو يسبق التقويم ولكن ليس من الضروري ان يعتمد التقويم على القياس دائما فقد يكون التقييم معتمدا على التقديرات الكميه للحصول عليها بواسطه اختبارات معينه او يعتمد على تقديرات نوعيه غير كميه يتم الحصول عليها من وسائل اخرى مثل ان يصدر المدرس حكما على احد طلبته بانه نشيط او خامل دكتور اسمح لي ان نقاطعك على هذه المقاطعه يسال على غابه الحضور وانا مش قادر اني انام دائما المشاركه رابط الحضور يكون بعد مرور نصف الوقت أنا مش مسؤولة على أي روابط تعمل في الشات لا تضغطوا إلا على روابط الاثنين بعتوها ورابط الحضور يوصل بعد مرور نصف الوقت بارك الله فيك دكتور تفضل الله يخليك مشكورة دكتورة فإذا فالقياس وسيلة تخدم عملية التقويم فالقياس وسيلة تخدم عملية التقويم فإذا نأخذ هذا فإذا حصل طالب اي طالب في من طلاب اي استاذ في اي ماده حصل على درجه مثلا اختبار ماده القياس والتقويم فهذه في, في ماده القياس والتقويم فهذه الدرجه تقيس مستوى الطالب واذا اردنا ان نحكم على هذه الدرجه يعني ناخذ قرار بها هل هي جيده ام لا اي تحديد قيمتها النوعيه فاننا نقوم بعمليه التقويم ولتحديد القيمه النوعيه لهذه الدرجه هل هي جيده متوسطه ضعيفه اي ان الاحكام التي تصدر يجب ان تكون بموجب معيار معين فمثلا المعيار قد يكون استخراج متوسط درجات جميع الطلبه الذين طبق الاختبار اختبار القياس والتقييم اي اصدار القيمه النوعيه لدرجات الطلبه في نفس الصف يعني انا امتحنت طلابي كليتهم جمعت درجاتهم وطلعت المتوسط فمتى ما كانت الدرجه اللي ماخذها الطالب قريبا هذا تصبح جيده اقل ضعيفه اعلى جيده هكذا يكون او قد يتم مقارنه الدرجه في ماده مثلا الفيزياء للصف الثاني متوسط في مدرسه ما مثلا بدرجات نفس الصف لنفس الماده في مدرسه اخرى يعني هذا يحص... ممكن يكون هذا معيار ويلاحظ ما سبق ان العلاقه بين التقويم والقياس والاختبار هي علاقه متضاده بينهما لاحظ هي علاقة متداخلة بالرغم من الفروق الواضحة بينهم اسف وليس بينهما باعتبار الجمع الا ان جميعها مترابطة في علاقة متكاملة بعضها مع البعض الاخر اذ ان التقويم هو اكثر شمول من مفهوم القياس والاختبار فالتقويم يتضمن في جوهره القياس والقياس لا يتحقق الا بوجود الاداة التي هي الاختبار فضلا عن ذلك فان التقويم يتضمن اصدار احكام قيمة يعني إعطاء قيمة أحكام قيمية حول السمة المقاسة بينما يتحدد القياس بالمخطط الآتي والمخطط آه الآتي للمفاهيم آه الثلاثة يوضح في هذا المخطط لاحظوا أخوان هذا المخطط عندنا وصف نوعي ووصف كمي بالوصف النوعي هو نستخدم وسائل لا اختبارية احنا حينما ناخذ وسائل لا اختبارية تثمين يعني اللي هي قد تكون الملاحظه المقابله غيره لكن في الوصف الكمي نستخدم اختبارات ومقاييس يعني عند اختبار عندنا اختبار لا هنا يعتبر قياس بس هنا اعطى قيمه تقييم لكن الاثنين يوفر لنا يوفر معلومات منها وصفيه ومنها لا والله دقيق عن طريق الاختبارات اذا هذه الاحكام الكمية ممكن نتخذ فيها قرارات وبالتالي يصبح عندنا التقويم اذا التقويم يسير بخطين اما نوعي واما كمي فالنوعي يستخدم وسائل اختبارية فيصبح هنا تثمين اما الكمي فيستخدم اختبارات ومقاييس هنا قياس والاثنين يعطي احكام قيميه وبالتالي ممكن يوفر لنا قاعده لاصدار قرارات وهذه التقويم والمخطط يمثل العلاقه بين التقويم والقياس والاختبار اي العلاقه اللي تجمع المفاهيم الثلاثه بمخطط بسيط ممكن ان يفهمها. وبهذا اصبحت عمليه التقويم مع المفهوم الحديث للمنهج والاتجاه الجديد من والاتجاهات الجديده بالنظره الى تقويم منهج يتم تركيزها على البعد الزمني في التقويم واصبح بذلك هناك نوعان من التقويم. وفق هذا النوعان من التقويم، الاول هو التقويم التكويني. التقويم التقويم المنهج والذي يجري عادة على مراحل متعددة وأثناء تطبيق المنهج أو في أثناء تنفيذه أو في مراحل الإعداد والتجريب بهدف تعديله أو تغيير مساره هذا التقويم التكويني أحيانا نحن نعطي اسم نقول التقويم المستمر هذا يسير بشكل موازي لمراحل تنفيذ المنهج وهذا التقويم مهم جداً لأن هو الذي يجعلنا أن نقدم منهج واضح ومتقن وممكن ان تحقق اهدافه في سلوكيات طلب الثاني من التقويم التقويم الختامي وهو التقويم الاخير للنتائج بعد التطبيق واجراء التعديلات فهو يقدم مدى نجاح المنهج فهو ياتي في النهايه او بعد الانتهاء من تطبيق المنهج وتبع لذلك ظهرت لنا انواع للتقويم تتمثل بالاتي احنا فعلا التقويم الختامي اعزائي بالتاكيد هو نقيس بالاهداف العامه بنهايه البرنامج الدراسي او في نهايه العام الدراسي لكن هذا التقويم النهائي إلى ما يرتكز على المراحل التي يصير عليها التقييم المستمر اللي يحاول ان يقوم هذه المراحل اللي تمر بها العمليه التربويه. اذا وفق لذلك ترى ان هناك انواع اخرى من التقويم التقويم التمهيدي اللي هو يستخدم عاده قبل البدء بالبرنامج التعليمي، يعني انا اليوم كلفوني ان أنا ادرس ماده معينه او برنامج دراسي معين او او فصل تربوي، اذا انا يجب ان قبل ان ابدا بهذا التقويم ان انا استخدم عاده اقوم بتقويم الانسحاب التقويم التمهيدي اللي هو يستخدم قبل البدء بالبرنامج لغرض التعرف على مقدار ما يمتلك يراد تقويمها ولهذا النمط من التقويم اغراض متعدده يمكن اجازها بالاتي فمن ضمن هذه الاغراض اليف تحديد نقطه البدء بالبرنامج التعليمي يعني انا منين ابدا منين اوصل للطلاب لان يعني انا وراي وراي, وراي انه هؤلاء الطلاب الذين هم في معيتي دولة امانه عندي يجب ان ابدا مع او طالب بما بما يحمله من معلومات عن هذا عن هذا البرنامج، اذا تحديد نقطه البدء بالبرنامج التعليمي الجديد في ضوء تحديد امتلاك المتعلم من معلومات سابقة. تقدم الذي اظهره المتعلم من خلال مقارنه نتائج اجراءات التقويم التي حصل عليها اثناء البرنامج او في نهايته او في نهايه نتائج اجراءات التقويم اذا انا انا عندي مقارنات حتى اعرف وين وصلت بالمنهج؟ وش حققت من عده؟ وش وش سبب من عدة جيم تحديد الجوانب التي هي بحاجه الى تحديد اكثر من غيرها، يعني اكو جوانب الطالب ممكن يكون بها غير واعي، يعني تدري العمليه التعليميه شائكه بها مهارات تقويم، مهارات تخطيط، مهارات اداره صف مهارات كثيره كثيره كثيره، اذا انا يجب ان هذه المهارات امتلكها كتدريسي حتى افعلها لطلابي حتى وبذلك طلابي اجعلهم مهيئين لاكتساب هذه الماده، هذا التقويم التمهيدي. النوع الاخر من التقويم اعزائي هو التقويم البناء التكويني. ان هذا النمط من التكوين هو عمليه منظمه، هذا النمط من التكوين هو عمليه منظمه في اثناء التدريس وطوال الفصل الدراسي، فهو يواكب العمليه التعليميه اذ يقوم التقويميه كثيره وفي فترات راهنه قصيره ويقسم المقرر الدراسي الى عدد من الوحدات ويوضع لكل وحده اهداف معينه ثم يصاغ لكل وحده دراسيه عدد من الامثله في ضوء الاهداف من التقويم وباغراض طبعا لاحظ التقويم البنائي التكويني اللي هو يشبه النوع الثاني من التقويم اللي أخذناه قبل قليل هذا يواكب العمليه التعليميه وعلى التدريس والمد... طبعا التدريس الفاعل او التدريس يكسب طلابه جوهر الماده وجوهر الماده حينما يقسم مفردات المنهج الى ال... الى وحدات وهذه الوحدات يركز بها على جوهر كل وحده فمتى ما كان تخطيطه جيد ومتى ما كان هذه الوحدات متسلسله وفق الترتيب المنطقي والسيكولوجي للمنهج بالتاكيد راح يصل لنا نتائج جيده، لذلك ها الهدف من هذا التقويم هو رقم واحد الوقوف على مدى ما تحقق من الاهداف السلوكيه بعد فعن... احنا الحصه الدراسيه او الموضوع الدراسي الاهداف اللي تحقق هي اهداف سلوكيه ومجموع هذه الاهداف السلوكيه تحقق لنا الاهداف العامه، فالوقوف على ما تحقق من الاهداف السلوكيه بعد الانتهاء من حصه او وحده دراسيه ياكد عليها هذا النوع من التقويم. النوع الثاني تشخيص الموضوعات التي تمكن الطلبة من السيطرة عليها والوقوف على أسباب ذلك يعني أكو موضوعات طلاب سيطروا عليها هذا شيء جيد والغير المسيطر عليها لازم يبحث شنو الأسباب هو السبب الطالب الظروف المناخية للتدريس تدريحنا العملية اتفقنا عليه ومتفق عليه بكل الاوساط التربيه انه نظام فيه مدخلات وفيه عمليات وفيه مخرجات والمخرجات هي تمثل الاهداف اللي نوصل لها. فاحيانا يكون هناك خلل، الخلل قد يكون في المدخلات وقد يكون في المعالجات. اذا احنا كل شيء اللي يظهر اللي يظهر لنا في النهايه من اهداف فهي تعتمد على المدخلات. اثنين تشخيص الموضوعات التي يتمكن الطلبه من السيطره عليها. تشخيص المعلومات التي يتمكن الطلبه من السيطره عليها. يعني الموضوعات اللي تمكنوا منها الطلاب بالتاكيد هاي هاي هاي, مثال لان التدريس يصير بشكل صحيح وكاشياء قد يكون ما ما, ما سيطروا عليها هي هذا هذه هاد الامور اللي يجب ان على التقويم ان يقف عندها لمعالجتها ثلاثة رسم الاجراءات العلاجيه المناسبه قبل الانتقال الى الوحده التاليه يعني انا حينما درست هذه الوحده اشوف طلابي اذا تمكنوا اذا لم يتمكنوا منه من المعيب علي ان انتقل للوحده اللي بعدها اذا اكو خلل في العمليه التدريسيه وهو هذا الشيء اللي انا صار هو ادخل الكثير من الشباب للتدريس حينما ظهرت اللامبالاه في بعض الفصول الدراسيه، اذا رسم الاجراءات العلاجيه المناسبه قبل الانتقال الى الوحده الثانيه. اربعه تعديل طرائق التدريس من قبل المدرس لكي تصبح ملائمه لمستوى الطلبه. هذا الموضوع طبعا صار به الكثير من الجدال، شنو بتعديل طرائق التدريس؟ انا لدي طلاب ياتوني من بيئات مختلفه بهم الفقير وبهم الغني وبهم المترفه وبهم اذا انا ايش احتاج؟ ان واستخدم مع طلابي الكثير من الاستراتيجيات والنماذج والطرائق والاساليب المتنوعه كل وفق امكانيته حتى اجعلهم سواسيه واجعلهم يهضمون الماده ومن ثم تحقيق الاهداف بشكل جيد. النوع الثالث من التقويم أيها الأحبة هو التقويم المعياري وهو عملية إصدار الحكم على الطالب عن طريق مقارنة أدائه بأداء الآخرين أداء الآخرين على نفس الاختبار أو المقياس المستخدم وبهذا فإن درجة الطالب تفسر في حساب متوسط أداء الجماعة ثم حساب معايير الزيادة أو النقصان على من التقويم يعتمد على مقارنة أداء الطالب بأداء المجموعة التي ينتسب إليها للحصول على معنى للدرجة التي حصل عليها شلون؟ أنا مثلا سئلت عن سين من الطلبة كم درجته؟ لنفرض أخذ درجة خمسين هذه الخمسين ليس لها معنى ولا يعني أنه قد فهم نصف المادة وحينما يأخذ صفر بالتأكيد من المستحيل أن نقول أنه لم يفهم شيء عن المادة لكن ظروف حالة إنه من المادة ولم تأتي منها أسئلة أو قرأ جزء من المادة وأتت معظم الأسئلة منها لذلك هذه الحالة في هذه الحالة أجمع درجته مع درجات زملائه في نفس الامتحان وأقسمها على عددهم ومن ثم أخذ المعدل وأقارن درجة هذا الطالب مع المعدل فإن كانت الخمسين هي نفسها المعدل الخمسين فهي ماشية إذا أعلى فهي جيدة جدا وإذا أوطى فأعيد النظر بها اذا هذا بالنسبه للتقويم المعياري. التقويم الاخر هو التقويم المحكي وهو عمليه بالنسبه الى محك يعني مستوى ثابت دون الرجوع الى اداه فرد اخر. الى محك مستوى ثابت دون الرجوع الى اداه فرد اخر. هذا يعني اننا نقارن اداء الطالب بمستوى محك معين ثابت نحدده مسبقا وهذا المستوى يرتبط عادة بالأهداف السلوكية مثلا أنا عندي أهداف ومدرس وهذه الأهداف وفق وواقع معين أن الطلاب اذا امتحنهم يجب ان تكون درجتهم 70 فهذه 70 وفق هذه الاهداف اي طالب يصل الى 70 فهذا درجته جيده تحت السبعين 70 اذا اكو خلل اذا هذا اذا مستوى محك معين ثابت تحدده مسبقا وه... نحدده مسبقا وهذا المستوى يرتبط عاده بالاهداف السلوكيه للماده الدراسيه ولقد شاع استخدام هذا النوع من التقويم حديثا في مجال التربيه والتعليم لما له من فائده كبيره في الموضوع في الموضوعيه عند الحكم على مستوى المتعلم ومعرفه مدى التحصيل. ان نقطه الارتكاز في التقويم المحكي تتحدث عن التي تتكون في اعلى الاختبار مثل ما قلنا تدل على مستوى التمكن الكامل اما الدرجه التي تتكون عند اسفل الاختبار فهي تدل على أدنى مستوى بهذه القدرة إن هذا النوع من التقييم يحقق قيمة تربوية كبرى تتجلى في الحكم على سلوك الطالب بالنسبة إلى نفسه أي بالنسبة إلى قدراته وامكانياته لا بالنسبه الى قدرات وامكانيات الاخرين، لاحظ هذا الفرق، لاحظ هذا الفرق اعزائي. بالتقويم اللي قبله لا خليت هنا المعيار قياسا الى قدراته وامكانياته، واحنا ندرس أي مدرس قبل أن يدرس أي مادة يجب أن يطلع بشكل دقيق على قدرات الطلبة أولا وعلى مستوى نضجهم وعلى إمكانياتهم فمتى ما كان عندهم تمكن عندهم قدرات عقلية عندهم عندهم مستوى نضجهم يساعد بالتاكيد العمليه التعليميه راح تصير بشكل سليم. عندنا في ضغط ظهرت اهميه القياس والتقويم في العمليه التربويه، يعني صارت هناك خصوصيه وضروريه للقياس والتقويم بان يكون مهم بالتاكيد يكون مهم لان يشكل ركن من اركان المنهج. احنا يعني اتفقنا في بدايه محاضرتنا ان المنهج يتكون من اربعه عناصر اللي هو الاهداف والمحتوى والطرق والوسائل اللي احنا نصيحها انشطه وايضا التقويم، فالتقويم ركن إذا فقد ركن من هذا من هذا المنهج بالتأكيد تكون ال 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 فأهمية التقويم تنحصر في جملة نقاط أليف أهميته أنه يساعد على معرفة مدى ما تحقق من الأهداف أن تحديد أهداف التعلم هي الخطوة الأولى في عملية التعلم أن تحديد أهداف التعلم هي الخطوة الأولى في عملية التعلم وما الموقف التعليمي لعناصره المختلفه؟ وما هي الوسيله التي تسعى التربيه بواسطتها الى تحقيق اهداف التعلم عند الطلبه؟ حتى يتسنى لنا ان نحكم على ماذا ما تحقق من هذه الاهداف. والقياس اذا اذا هنا تقويم حتى نخرج مخرجات جيده الى سوق العمل في مختلف التخصصات سواء كانت انسانيه منها او طبيعيه الطب الهندسه، في الكيمياء في الفيزياء بالجغرافيا بالتاريخ كل التخصصات سوق العمل ينتظر من عندنا شنو ينتظر من عندنا ان ننزج الى سوق العمل منتجنا فمنتجنا يجب ان يكون مؤهل تربويا وهذا يتم تسويقه الى سوق العمل عن طريق القياس والتقييم تحسين مستوى التعلم التقييم هو راح راح يحدد المعوقات وبالتالي يعطيني العلاج اللازم لتحسين للقضاء على هذه المعوقات أن القياس ليس غاية بالتأكيد في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية أبعد عندما يسهم في تحسين تعلم الطلبة لاحظ أن القياس ليس غاية في حد ذاته بل هو وسيلة لتحقيق غاية أبعد عندما يسهم في تحسين تعلم الطلبة من جوانب مختلفة فالقياس يساعد الطالب والمدرس والمعنيين بالعملية التربوية الطالب والمدرس والمعنيين بالعملية التربوية في توضيح الأمور التي يرغب أن يتعلمها الطالب وتساعده بالتزود بمعلومات عن مدى تقدمه وتعرفه بالمجالات التي يحتاج إلى المزيد من التعلم فيها لاحظ إحنا اتجه التعليم في الوقت الحاضر أن تكون الاختبارات موضوعية والطالب يعني يعني ما يحتاج انه يصلح للاستاذ وانما يعرف نتائج تعلمه بمجرد ان ينتهي الامتحان. و... واستخدمت مقاييس الكترونيه آه هذا أيضا هذا هذا اللي ساعدنا عليه هو آه في هذا المجال. جيم التشخيص والعلاج تعد عم... تعد عملية القياس والتقويم في تشخيص مواطن الضعف والقوة لدى الطلبة معرفة مدى استعدادات الطلبة تعلم الخبرات التعليمية الجديدة الاستفادة من النتائج في تدعيم جوانب القوة ومعالجة جوانب الضعف لاحظ إذا يشخص ومن ثم يعالج يشخص جوانب الضعف ويعالجها. وفي حين يعزز جوانب القوه في العمليه التربويه. دال التصنيف اي تص... اي اي يتم تصنيف الطلبه الى تخصصات مختلفه علمي، ادبي، تجاري، صناعي وما الى ذلك. رغم اننا لا نتبع هذا 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 المنهج بالحقيقه احنا لولا لولا الانسيابيه اللي تضعها الوزارات على وفق المعدلات لكل واحد فينا يذهب الى ان يرمي الى ان يذهب ولده او ابنه او اخيه الى كليات علميه كالطب والهندسه وغيرها، وبذلك يرسل ابنه الى الى تخصص هو قدرات العقليه لا تسمح له بان يدرسه. يرجع للتصنيف. اي تصنع يصنع يصنع من خلال القياس والتقييم حيصنف لنا الطلبه لاتجاه علمي روح علمي وادبي ادبي تجارة تجاري صنع صنع وان في حقيقه احد المربين اللي يحضرني اسمه او ما يحضرني الصور يقول اعطني 100 طفل ودعني وانا اعلمهم لفتره من الزمن سوف اعطيك انه من 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 يصلح لان يكون مهندس ولان يكون طبيب لاحظ هذا ايضا هذا المربي شخص عن طريق القياس والترقيم ها التوجيه والارشاد تساعد عمليه القياس والتقييم على الوصول الى قرارات تربويه ومهنيه تتعلق في اختبار المواد الدراسيه او النشاطات المختلفه او اختبار المهنه المناسبه لان عمليه القياس والتقييم تعطي للمرشد التربوي صوره عن جوانب قوه الطالب وضعفه وبالتالي ستكون العمليه الارشاديه افضل وانجح اذا لاحظ التوجيه والارشاد ايضا عمليه مهمه من خلال القياس والتقييم ممكن نقضي بها على المشاكل الارشاديه والمشاكل التربويه اللي تصيب العمليه التربويه وبالتالي من خلال القضاء عليها. واو تزود تزود المدرس والطالب بتغذيه راجعه، اذا عمليه القياس والتقييم تزود الطالب بمدى تقدمه في التعلم كما انها تزود المدرس وليس المدارس بتغذيه راجع عن مدى كفاءه المواد الدراسيه. وأساليب التدريس التي استخدمها والنشاطات التربوية وكل ما له علاقة وتأثيرات في العملية التربوية إذا أيها الأحبة لاحظ أهمية القياس والتقويم في العملية التربوية مهمة جدا وهي التي بواسطتها نستطيع أن نصل إلى أهدافنا لي الشرف في نهاية هذه المحاضرة أن أكون أحد المتحدثين في هذا المنتدى الشكر الجزيل لكل القائمين على هذا المنتدى ولكل زملائي وفي النهاية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك دكتور محاضرة كانت ممتعة ومتسلسلة الله آه نعطو آه المجال للأسئلة لكن قبل الأسئلة حابة انوه أن عن حاجة آه أساتذتنا الكرام إحنا في شهر البحث العلمي في الآن ما يقارب العشر محاضرات كانت متسلسلة الشهادات لا تصدر فوريا ولا تصدر أول بأول تصدر كل 15 يوم وهذا نوه عليه في الروابط ونكتبو لكم فيه ونقولوا فيه دائما يعني محاضرة اللي كانت أمس أو أول أمس مستحيل اليوم هنصدروا لك المحا... أوراقها محاضرة أول أمس كان فيها 95 واليوم فيها 65 وقبلها كان فيها ما يقارب 60-70 مستحيل نستطيع بشكل يومي ان احنا نصدر الشهادات فنعطوا 15 يوم فتره زمنيه لكل محاضره ولا تحسب يوم الاحتفال او يوم الايفنت او يوم المحاضره اللي احنا نعملوا فيه رجاء اتمنى منكم تقدير هذه النقطه المحاضرات السابقه الاولى اصدرت شهاداتهم ونزلت في الجروبات وموجوده في صفحه منصه اليسار ولكن المحاضرات هذا الأسبوع لم تصدر لأننا لا زلنا نجهز فيهم، وبعدين إن شاء الله الفترة القادمة هيكون في رابط فوري تعبي بياناتك وتصدر لك تحمل الشهادة فوريا إن شاء الله ابتداء من بعد رمضان هيكون هذا موجود لنسهل عليكم وعلينا، لكن أتمنى أنكم تقدروا وتفهموا إن مش ما لقيتوش شهاداتكم، إحنا لم نصدر ما زلنا. بارك الله فيك دكتور اللي عنده معكم. أي سؤال أو استفسار يستخدم تقنية رفع اليد حتى افتح لكم وتقدروا تتفاعلوا مع الدكتور وتسألوه بارك الله فيك أستاذ محمد إبراهيم يقول محاضرة قيمة بغض النظر عن الشهادة الفائدة العلمية الموجودة في هذه المحاضرة كافية ووافية فعلا هو ولكن لا بأس هم يطلبوا في شهادات لتحسين السي في وهذا الشيء ليس عيب ولكن نتمنى منهم أن يقدموا أننا لسنا متوانيين عن خدمتهم ولكن لم تصدر الشهادة بعد يعني لو في أي حد عنده استفسار أو سؤال يتفضل حقيقة المحاضرة كانت واضحة جدا وشرح سلس وبسيط أه بالنسبه لي فهمت كل شيء، أعجبني التسلسل في الأفكار وكان واضح كل شيء، لو في حد عنده استفسار حتى على شيء آخر يستطيع أن يساعدنا فيه دكتور كريم تفضلوا يا أساتذتنا. شكرا جدا. من اللي رفع إيده؟ دكتور عامر. تفضل دكتورنا الفاضل. دكتور عامر اعطيتك تستطيع فتح المايك الان السلام عليكم دكتور ايمان والسلام موصول للدكتور كريم وعليكم عليكم السلام, عليكم. بارك عليكم بارك السلام بارك الله فيك وعليكم السلام, بارك السلام بارك دكتور وسهلا حقيقه محاضره اكثر من رائعه وكانت رحله ماتعه مع دكتور تشرف شهاده اعتز بها في رحلة مع القياس والتقويم وأثرة بالعملية التربوية وفعلا كما تفضلت الدكتورة إيمان كانت متسلسلة بأفكاره سلسة بعرضها وما يحسب لدكتور كريم وقوفه عند جزئية أهمية القياس والتقويم وأثرة من حيث تحسين مستوى التعليم و وعلاج اكرر الشكر وتقديري شكرا دكتور شكرا اعتز, أعتز بشهادتك دكتور جزيل الشكر دكتور كريم الله يخليك اشكرك دكتور آه يقول دكتور احيانا نقوم المتعلمين وتكون نتائج غير مرضيه نقوم المتعلمين وتكون النتائج غير مرضيه آه ونقوم بعمليه الدعم لتدارك النواقص بالرغم من ذلك عندما يتم التقويم مره اخرى النتائج المرجوه لا تحقق لا تتحقق في هذه الحاله ما العمل دكتور؟ شكرا جزيلا دكتوره ايمان وشكرا جزيلا للاخ اللي سأل حقيقه عمليه التقويم هي عمليه ليس بالامر السهل انت امامك مجموعه من الطلبه وعدك مناخ تعليمي المناخ التعليمي هو يشمل التهويه، الاضاءه، المقاعد، الماده، الظروف احنا ظروفنا بالتاكيد هسه، الظروف النفسيه للطالب كثيره. فانت متى ما كانت هناك بيئه خصبه من تصير نتائج غير جيده، يجب ان تتعرف عليها، قد يكون السبب انت في طريقه عرضك للماده <applause> اسف. أو قد يكون السبب أنه الطالب في يوم من الأيام ما كان متفاعل ومصغي للمادة أو قد يكون السبب أنه فد عائق قد تكون المقاعد مؤثرة ممكن، قد يكون يعني الإضاءة غير أشكال أشكال من أنت يجب عليك أن تعيد النظر حتى تصل إلى السبب الذي جعل النتائج غير مرضية، إذا أحياناً تكون الطريقة اللي مستخدمها أنت مع طلابك غير مفهومة. طالب مالتك فاحنا ليش دائما نقول يجب ان نطلع على أه تخصصات بعضنا احيانا البعض يعتز من هو من حقه هو من من, من تخصص في جانب معين يعتز به لكن المدرس الجيد اللي هو يحاول ان ياخذ ويعطي مع التخصصات الاخرى حتى يستفاد فاذا لان العمليه التعليميه يا ست يا دكتور ايمان وللسائل العزيز عمليه شائكه ام نسيم بالتأكيد فبالتأكيد يجب أن ترجع إلى هذه الوسائل حتى تقدر توصل إلى تقويم جيد لطلابك بتحقيق لا طبعا تقويمك لا يمكن أن يكون لا ما عندك معايير وهي معاييرنا هسه أفضل معايير اللي اتفق عليها التربوي هي الأهدافك أهداف درسك متى ما تتحقق أنت توصل لها شكرا دكتوره دكتور هي الآن سألة طالب آخر وفعلا حتى أنا كنت هنسألة لك سلام عليكم الحالة النفسية سلام. للطالب لها تأثير كبير على التحصيل بالنسبة للطالب ولا بد من معالجتها يعني في حال أنا كدكتور وجيت بنقيم طالب وأنا نعرف أن الطالب هذا مستوى جيد وجينا في التقييم كان غير جيد ما العمل دكتور؟ انا قلت قبل لحظات دكتوره احيانا طلبتنا اثناء الامتحان تصير عندهم امور غير طبيعيه نعم ضرب طارئ بالبيت مشاكل نفسيه تصير خاصه شبابنا شبابنا هسه مملوء خاصه حينما يكون في سن المراهقه تظهر عنده نعم. كثير من, من 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 النزعات يحاول يعني قدر الامكان ان ان يوصل لها هذه تاثر على العامل الدراسي مالته هنا الط... الاستاذ والمعلم سواء كان معلم او مدرس او استاذ جامعي يجب ان تكون عنده درايه بالارشاد التربوي ويعمل جلسه مقابله مع الطالب مالته ويحاول ان يكون فرد, فرد نموذج طيب له حتى يمتص هذه هذه الطاقه العده لغرض ان يروضه وبالتالي يساعده على الوصول الى مبتغاه. بارك الله فيك دكتور. الله يبارك فيك. أم نسيم تشكرك على التوضيح وتشكرك على المحاضرة أشكرها نشوف لو في لو في سؤال حابين نفتح المايك استخدموا رفع تقنية رفع اليد حتى نشوفكم ونفتح لكم أساتذتنا هي الحقيقة المحاضرة كانت واضحة ومتسلسلة الروابط أرسلتها أستاذي أدخل في أي جروب من جروباتنا راح تلاحظ أن نزلوا فيها روابط الشهادات مباشرة على جوجل درايف ونزلوها على صفحة الفيسبوك أيضا وعلى التليجرام أيضا في للجميع دكتور يقول لك نفس السائل الحالة الحالة النفسية من ناحية المشاكل والفقر المادي أه، طيب طيب صحيح هنا طبعا خاصه إن احنا في الوطن العربي مدارسنا احيانا انا اتذكر كنا احنا طلاب ايام الثمانينات والسبعينات كانت هناك حقيقه الطلاب كسوه صيفيه وكسوه شتويه اضافه الى التغذيه المدرسيه معونه معونه مدرسيه تصير مو... هذه الان تقريبا في في هذا في هذا الوقت في في بعض البلدان العربيه منعت هاي حقيقه مهمه جدا لان نجذب بها الطلاب اللي هم ينحدرون من بيئات فقيره لغرض مساعدتهم وحتى يعيشون الحاله اللي يعيشوها زملائهم واقرانهم اذا هذا هذا صراحه عندي بحث في هذا الجانب اؤكد اؤكد ان تكون هناك توصيات لوزارات التربيه في 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 كل البلدان العربيه لان يعني نعد طالبنا نعده مهنيا حتى يكون شو حينما تكون يكون عطائنا المادي والمعنوي، المعنوي حينما اللي هي اكو 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 موهبه تقول الكلمه الطيبه ظالت الموهبه العفو تقول الكلمه الطيبه ظالت من حيث ما وجدها وجد نفسه. الطالب الجبالته مع مع استاذه بكلام طيب واكو مثلا نثريه بالمدرسه لمساعدته على التخلص من هذه المشاكل بالتاكيد يكون هناك مردود معنوي لان يظهر بمستوى جيد نعم دكتوره نعم دكتور بارك الله فيك هو مسمي الاكونت نتاعه 1 2 3 يا يعني ريت بحت حتى اجدك وحاب يسالك سؤال راح نبحث عنه نفتحوا له المايك تفضل استاذ حتى اذا عندك سؤال اعطيتك التحكم في المايك الان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دكتور حامد وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا وسهل. وسهل. دكتور تفضل دكتور صراحة أجمل ما في جروب البحث نعم. العلمي الدكاترة كلهم يتابعوا في بعض ويحضروا المحاضرات مع بعض صراحة هذا جميل أنا بشكر نعم. أولا بداية المنصة الكريمة والأستاذ مدير المنصة الأستاذ الدكتور والأستاذ الدكتورة إيمان ودكتورنا الكريم الفاضل دكتور كريم جدا محاضرة رائعة جدا نعم. دكتور كريم في منتهى نعم. الغاية نعم. الله دكتور حامد نعم. أتشرف فيك دكتور حامد الله يبارك في حضرتك ودي منصة كريمة جدا وطبعا جاب معلومات قيمة جدا ولكن أنا أبغى عايز أضيف بس شيء بسيط لدور الأخصائي الاجتماعي اللي هو يعني قعد في مكتبه وترك الطلاب يعني لا يدري بالطالب أي شيء ولا يعرف ما حالة النفسية للطالب ولكنه لم يفعله مع انه الحاله النفسيه الطالب هي كل شيء حتى للمعلم حتى للمدرس حتى في كل شيء يعني بحاجة. انا مش عايز اقول ان اخصائي اجتماعي أن يقتصر على الطالب ده من الممكن ان عسنت ياتي عسنت الى المعلم عسنت. الى المعلم كمان فعاوز اقول ان دور الاخصائي هنا يعني افتقد في جميع المدارس العلميه بحاجه ماسه الى جدا دكتور هذا وبحاجه عسنت. الى التجديد والى يعني كل شيء لابد والحاله النفسيه وحاله الفقر وارتفاع الاسعار لكل يؤثر نفسيا وماديا على طالب العلم ولم ينطلق انطلاقه دون ان يلتفت خلفه ونقول ان المتبرعين واصحاب المساعدات الماديه لابد أن ينظروا الى المدارس يعني اهملوا المدارس يا دكتور كريم من ناحيه من ناحيه التبرعات دي احسنت يا دكتور احسنت يا بارك دكتور بارك الله فيك دكتور. و... اذا تسمح لي دكتور اذا تسمح لي دكتور كريم المحترم الله يعزك فضل. اذا تسمح فضل. لي دكتور مداخله وياك اذا تسمح لي دكتور بالثمانينات عندنا آه هنا بالعراق انا اتشرف دكتور طبعا نعم. يعزك كان عندنا الحوانيت المدرسيه الحانوت اللي يبيعون به للطلاب يعني نعم. الماكولات نعم. كان يخلون نسبه نسبه من الحانوت او معظم معظم النفع مال مع الحانوت يخلوا علما للطلاب الفقراء والضعفاء يعني ضعفاء آه، نعم. ماديا للاسف بالوقت الحاضر حقيقه صارت مجافاه وانا اكدت لحضرتك وحضره الزملاء أن المرشد التربوي مثل ما تفضلت مهم جدا لدراسه هذه الحالات وانا اشكرك على هذه المداخله الراقيه جدا بارك الله فيك دكتورنا وانا استفدت من حضرتك في هذه وشكرا دكتور. 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 شكراً شكراً دكتور إيمان بارك الله فيك دكتور حامد دائماً حاضر معنا وبارك الله فيك دكتور كريم ودكتور عامر الله صراحة الله وكل دكاترتنا بارك الله فيكم ما أجمل حضوركم مع بعض أجمل صراحة صفة شفتها فيكم دعم للمحاضرات وحضور للجميع يعني الله يبارك فيك يا دكتور بارك الله فيك دكتور محاضرة ممتعة إذا في سؤال لو سمحتم ادخلوا اسألوا في آية آية جنادي تفضلي آية أعطيتك المايك تقدري تفتحي المايك وتتكلمي تسألي سؤالك السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله جميعا وعليكم السلام ورحمة الله يعني الله يزيد خير على المنصة الرائعة الله يكرمكم يا رب وعلى الإشراف الرائع والاهتمام المميز بهذه الرسائل الله. لطلاب الدكتوراه فاخواننا الكرام الله يجزيه خير انا خالد جندي من لبنان طالب ماجستير والان عفوا انجزت الماجستير والان يعني في وسط هذا التواضع الجم وجدت نفسي بين اهلي وأحدابي علميا سبحان الله, الله فالعلم رحم بين اهله فجزاكم الله تعالى خيرا من كل قلبي ولكن يعني التمس من حضراتكم جميعا يعني انا في صدد اعداد خطه بحث لرساله الدكتوراه فصراحه يعني لو لو احد من الحضور يتكرم ان ارسل اليه هذا الملخص يعني حتى يضع عليه اللمسات وتكون الفائده عظيمه لا يخفى عليكم ان ثلاث سنوات من البحث والتكاليف الباهظه يكون الانجاز نوعي فاحببت ان اشارككم يعني هذه الخبره المتواضعه تضعوا عليها لمساتكم حتى نؤجر سويا يعني الانجاز هو للعالم العربي كله باذن الله فلعل هناك من لازم يعني نعرف بس يعني يتكرر أستاذ أستاذ دكتور عنوان البحث يعني عنوان البحث والتخصص هو آه صراحه دايبة. نعم هو عنوان مقترح هو كما كما يعني تعلمون هو عنوان مقترح آه تدريب او تطوير اداه الرسميه عندنا في لبنان نعم. في ضوء العصر الرقمي نعم. حضرتك انا ممكن نستاذن ان انت تتواصل مع الدكتوره ايمان وان شاء الله نضع الـ الـ سويا كل شيء بس تواصل مع الدكتوره ايمان صاحبه المنصه تحولهن إن, آه، يعني ان شاء الله دكتوره ايمان ان شاء الله دكتوره حاجة. ايمان اذا سمحي لي تفضلي تفضل بالخدمه وحاضر للتعاون معه بخير ويدلل الله يبارك فيكم جميعا والله ما قصرتوا استاذي الكريم ادخل على الرابط الموجود تقدير إن شاء الله تعالى أه بارك الله فيك نعم. ادخل على رابط مجموعة المنصة للواتساب وادخل علينا على الخاص ومش هنقصر معاك ان شاء الله طيب بس, بس, بس دكتور هناك عدة ارقام على الخاص بس بس لا اعرف اي رقم منهم يعني صراحة هناك عدة ارقام اكرمكم الله هتلقاه باسم منصة اليسار تدخل نعم نهايته أربعين خمسين أربعة نعم نعم. على جميعًا كل خير. بارك الله فيك. تحت أمرك إن شاء الله. الله كل شيء. بارك الله فيكم دكاترتنا إن شاء الله بالتوفيق. أي سؤال أي حد عنده سؤال استفسار. حابه نوضح لكم اساتذتنا هنستمروا في موضوع البحث العلمي حتى نحاول نغطوا اكبر قدر، انا الدكاتره طلبوا مني عناوين في عناوين جتني على الخاص هنحاول نغطوها ونوصلوها لدكاترتنا حتى هنستمروا بعد رمضان بس حضراتكم تعرفوا أن كلهم عند اساتذه في جامعات وعندهم جداول نحاولوا كل ما يكون حد فيهم عنده فراغ هنستمروا بالنسبه لدكتور حامد آه بارك الله فيه كل سبت معنا. نعم كل سبت دكتور حامد معنا في رمضان الساعة 12 بتوقيت مصر الساعة 1 بتوقيت السعودية وتركيا وهنستمر مع دكاترتنا الآن مازال في دكتورة هيلين فاضل أيضا عندها محاضرة أنا منزلتهم كلهم في بوست واحد في الأسماء الدكاترة وأيضا أسماء المحاضرات حتى ما تتهوش وما تتعبوش ودكتور حامد المحاضرة القادمة هنزلكم لكم اعلان قبلها بايام حتى تكونوا حاضرين تابعوا الجروبات الخاصه باليسام والتليجرام ولن يكون هناك تقصير وإن شاء الله هو في الاخر احنا بشر يعني يحدث التقصير او شيء ولكن هنحاول نوفوا جوانب اللي تطلبوها واللي احنا شايفينها نقص اصلا عند الطلاب ولذلك ابلغ رساله الدكتوره ايمان بعد اذن الدكتور كريم بارك آه ربط إن, ربط. ان 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 شاء الله اي او عنوان يتواصل ان شاء الله مع الدكتوره ايمان واحنا ان شاء الله نعمل له خطه بحثيه ونساعد الباحثين ابنائنا الله يبارك فيك اه عن طريق الدكتوره ايمان ان شاء الله, و و الله ومديرين المنصه ان شاء الله حتى لا نتعدى على احد لانه هو ما في التعارض بيننا الله فيك يعني. حتى لا هو هنغطي الموضوع بحيث أنه ما يتمش اشعاع دكتور دكتور حامد انا صوتي اليك يعني ان شاء الله جاهز الله يبارك يعني فيك تحت امرك الله يبارك فيكم حقيقة ما قصرتوش رابط أساتذتنا أرسلت عدة مرات هنرسل الآن مرة ثانية انتبهوا هذا رابط تسجيل الشهادات وأرجو كتابة الاسم بشكل صحيح لأن يدخلوا لإعادة كتابة الاسم ويقولوا إنه خطأ للأسف إن كتبت الشهادة لا مسبيل لتصحيح الاسم للأسف في آلاف من الشهادات صعب إن نرجع نصحح الاسم اتمنى من حضراتكم تنتبهوا لكتابه اسمكم وما تستعجلوش ادخل لل... للاستماره عبيها بتاني وهنا نزلت اكثر من مرة فيه روابط خصنا وغيرها لما تدخل لرابط الواتساب هننزل فيه روابط جميعها على اليوتيوب على التليجرام طبعا المحاضره الان مسجله راح ننزلها في الليل او يعني مع الصحور ان شاء الله او صباحا غدا يعني كل محاضره ما عدا محاضره الدكتور عامر تاسفنا جدا لضياع المحاضره تم حذفها بطريق الخطا للاسف والله الباقي المحاضرات جميعها تنزل على قناه اليوتيوب مسجله حتى ان فاتتكم جزئيه او حابين تسجلوها يكون في دكتور كريم ارسل لي البي دي اف هنرسله في الجروب من بعد اذنك دكتور كريم اذا حاب نرسله براحتك دكتوره براحتك بارك الله فيك وجب الاستئذان ان شاء الله هنرسله الله في الجروب للطلبه لان يسالوا على الماده العلميه بارك الله فيك محاضرات اللي دكاتنتنا ارسلوا لي الماده العلميه ارسلتها دكتور عامر يا ريت لو في ملخص أو أي شيء للمحاضرة الخاصة آه بك تسعفنا بها دكتور عامر تسمع فينا دكتور ما سأبلغه إذا ما, ما, ما ممكن نعم آه ممكن يكون هو التغطية عندكم ضعيفة لازال الأمطار أنا راح أبلغ أنا راح أبلغ خلاص ان شاء الله الباقي كله ينزل على المنصه اول على قناه اليوتيوب اول باول اشتركوا في القناه هيطلع لكم التحديث مجرد ما تنزل المحاضره يطلع لك اشعار فيها ان المحاضره باسمها قد نزلت على القناه بارك الله فيكم دكتور لا يوجد اسئله الكل يشكرك ويقول ان المحاضره واضحه على الشات الله يبارك فيك وبيهم ان شاء الله دكتور اه دكتور عامر يقول ان المايك مقفل خلينا نفتح له المايك دكتور عامر الان فتحت لك المايك شكرا دكتور ايمن بخصوص المحاضره ان شاء الله ازودكم بصيغه البي دي اف باقرب وقت ان شاء الله تدليلي سهله ان شاء الله بارك الله فيك حتى نرسلوها لهم باقي محاضره الدكتور محمد كاظم ارسلتها دكتور حامد ارسل لكم محاضراته هو فورا او فورا انهائها ولو في محاضره حابين ومش موجوده أه كلموني وانا هنعيد ارسالها مره اخرى هي موجوده في الجروب ان شاء الله بارك الله فيكم شكرا جزيلا الان تصبحون على خير ان شاء الله المحاضره القادمه يوم 16 اربعه مع دكتوره هيلين فاضل هتكون قيمه كسابقاتها باذن الله انتظرونا الساعه 10 بتوقيت شكرا جزيلا دكتوره شكرا لك مع السلامه مع مع الله, الله يسلمك دكتور بامكانك لو عندك اي شيء الانصراف والله هو في سؤال ممكن يكون نشوفه بارك الله فيكم صراحه جميع يكتب لك محاضره قيمه دكتور الآن جدا. اللي سجل في رابط تحضير الشهادات يستطيع الخروج والمحاضرة مسجلة ش...